السؤال يتعلق بشركات الطيران التي توقفت، قد صار عددها والعالم عم تسأل عن عمليات إجلاء للناس. هلا بالنسبة لموضوع شركات الطيران، بالتالي هذا بيرجع لإلى القرار، بيرجع لإلى القرار. بالتالي في شركات علقت لمدة 24 ساعة، شركات لمدة 48 ساعة، شركات لآخر الشهر. هذا الموضوع بيرجع للشركات، لكن شركة طيران شرق الأوسط وبعض الشركات ما زالت مستمرة بعملها، وبالتالي المطار شغال. بالنسبة لعملية الإجلاء أو المساعدات الطبية، هذا الموضوع بطبيعة الحال نحن بنعرف كل وزارة من وزارات الحكومة اللبنانية معنية بنوع معين من المساعدات الطبية، وزارة الصحة أو المساعدات الإنسانية اللي معنية فيها لجنة الطوارئ والهيئة العليا للإغاثة على مستوى الحكومة اللبنانية. بطبيعة الحال الطائرات العسكرية التنسيق يتم مع الجيش اللبناني، وجيش اللبناني على تنسيق كامل مع المديرية العامة للطيران المدني، وبالتالي كل هيدي المؤسسات والدول المستوفية الشروط القانونية بتنزل بمطار بيروت، بتجلي جرحى، بتجلي رعاية، بتقدم إجلاء رعاية. ما في إجلاء رعاية، ما في بالمطار، لم يتقدم أحد لحديت اليوم، من فترة طويلة ما في إجلاء رعاية. ولكن كمان بالنسبة لنا العلاقة ما بين وزارة الأشغال والمديرية العامة للطيران المدني مع كل السفارات، كل السفارات اللي هي بتحب انه اجلاء او تنزل او الى اخره، بالعكس نحن الباب مفتوح.